هني انا اشوفها اكثر عنكم. انزين نتقرب للعشاء. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا هلا بعثمان الله يحييك يبقيك. يا هلا وسهلا. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. وهني بعد عندنا شوف 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 سلام. شوف 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 هذه انا ما ادري شو الهدف منها، بس يمكن عشان التثبيت. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. نأخر شوي ورا، نأخر 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 ونروح شوي نتقرب للعشاء أكثر وأكثر وأكثر. ومحاطة بأشجار شو 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 أشجار التيكو ما شاء الله ما شاء الله. ونقول بسم الله وياك كل التوفيق يا الياقوت. يا هلا وسهلا، كل عام وانتم بخير، والله عود علينا وعليكم بالخير والبركة. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا سلام محمد 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 النعيمي. يا هلا يا هلا. نحن نرحب فيك ولا انت ترحب فينا؟ يا سلام عليك. يا هلا يا هلا يا هلا ومرحبا. لحظة 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 هذه هدية لك. نعم قبل كل شيء لين ما يخلص اموره. شوف العشة يا سلام، هذه محاكر الشو هنا موجودة زين، والإضاءة موجودة، الإضاءة الخافتة، حتى إضاءة خافتة، ما هي إضاءة خافتة. يا سلام يا سلام يا سلام. مع مشكور أول شيء على إتاحة الفرصة، جزاك الله خير، إن نشوف هذا المكان الجميل والمرتب. جزاك الله خير يا طيب. انزين في سؤال يقول بسم الله، نحن وين وليش موجودين في هالمكان؟ نحن طال عمرك في إمارة راس الخيمة في دولة الإمارات في منطقة البريرات الحبيبة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. طبعا المنطقة هذه جوها طيب، جوها لطيف، فيها يعني رطوبة لو نفس ما تلاحظ قليلة، ومحاطة بال الصخور والجبال. ايه نعم الجبال والطبيعة والأشجار. يا سلام يا سلام يا سلام. نعم. شو تخصص محمد؟ أوزبك بس أوزبك. يا نعم. سلام. دف يمين يسار رقم 26. انزين وين نبدأ؟ وين نبدأ؟ تبدأ بأي مكان طال عمرك. يا سلام أنا أشوف أرقام ايه والمكان مرقم. نعم. ما شاء الله. انزين المكان كم عمره؟ المكان طال عمرك سنتين بالضبط. سنتين بالضبط. سنتين وشوية يعني كم من شهر سنتين. أنت اختفيت فترة ورديت صح؟ صحيح. بس كم قبل الفترة الماضية يعني ما كنت يعني مربي كذي يعني شغلات بسيطة كانت عندي وهذا ما الحين بشكل أكثر يعني بالأوزبك وتخصص وكذي. بس أنت مش مبتدأ. أنا مبتدأ في الأوزبك، يعتبر مبتدأ ولا أها شيء يعني في الأوزبك. لكن الخبرة موجودة ما يحتاج ها؟ لا وين؟ لا لا الخبرة موجودة الخبرة موجودة الخبرة موجودة ما يحتاج. زين زين زين. المحاكر ما شاء الله متقنة وتصميم جميل للمحاكر والفينيشنج ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوف 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 شوف. طبعا منو اللي مفصل هالمحاكر؟ وين؟ في راس الخيمة. ولا اللي يبغيني ادلي المحل حاضرين ان شاء الله ادله وبعطيه صراحه يعني الفينيشينج رقم واحد ما شاء الله. يعني اغلب الشباب يفضلون الحديد بس يعني كاستعمال وهذا الحديد تكد اكثر من الخشب. أوكي. بس الخشب لها راحه نفسيه يعني لما تشوف الخشب وهذا طيور تحسها ترتاح اكثر في الخشب، شيء من الطبيعه تحسه. فايع قول له لا تنسى السفاري مال حمد. حاضرين. حمد ابراهيم. اوكي انزين ما فينا ندخل ديب. نخلي الاستفسارات والاشياء هذه كلها. هذا شو سره؟ هذا 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 شو يسوي هني؟ هذا شو يسوي هني؟ هذا شو يسوي هني؟ ها وين جايب هذا الشيء؟ وين هذا؟ طال عمرك اهداء جدا غالي واعتز فيه من شخص جدا غالي على قلبي. اها نعم. نقول اسمه ولا ما نقول؟ عادي نقول طال عمرك. اللي هو اخونا مايد المهيري. ونعم ونعم. نعم. والله نوجه له اجمل تحيه. نعم يستاهل. وحمد ريال طيب وفادنا كثير في الهوايه هذه وخصوصا الاوزبك يعني. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، منور يا البريكي.
انجينير حسين تسلم تسلم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويا كل التوفيق. والأخ محارب يا انزين عادي نبطل المحاكر كلها نشوف كل شيء عادي مرة 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 تمرك مرة الحلال حلال. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام ما في شيء مخشف يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هذه ليش واقفة عند الباب؟ ليش ليش واقفة عند الباب؟ ليش ليش هاي وجهك خير علينا. يا سلام يا سلام يا سلام. أول بيضة لها؟ لا لا أنثى من الإنتاج ما شاء الله. أول بيضة لها الحين جيت ما شاء الله الله يبارك ما شاء الله. مكان جميل ومرتب ومكان راقي. تحياتي لكم. تسلم يا إبراهيم تسلم. زين طبعا زين. وهني شو عندنا هني هني شو هني شو هني شو هني شو هني بعد زوج أحمر ستوب إنتاج الزوج هذا جدا جميل من أقوى الأزواج اللي عندي هذا ويك إنتاج إن شاء الله عدو شوي ما شاء الله. هذا ما شاء الله أحمر وأغلب إنتاجه أصفر ما شاء الله. نعم. عمل أصفر يعني. نعم. زين تحت الصف اللي تحت كلها حضان كلها حضان. نعم كلها حضان. ناخذ لفة سريعة نكسب الوقت ونكسب الشباب وما نطول عليهم قد ما نقدر نحاول ناخذ ونستفيد. يا سلام على البلو يا سلام على البلو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. من الانتاج ما شاء الله المبروك هذا من طيور حمد ابراهيم. حمد ابراهيم اللي يسأل عن السفاري. أيوة. يعني في علاقه بينكم يعني لا شك. هو ما شاء الله ريال طيب ومحترم وما يقصر في الكل. يقول لك شوف المدرج بس خاص للعلافه يبدا هي اللي داخل هي ايوه هذا بس حق العلافه عشان الطيور تلحق. هل في خطا مصنعي في المحاكر كشفناك؟ هو ما يعتبر غلط. ها بالعكس انا كنت ناوي احط خشب داخل يعني أه. عشان الطيور ما تكون بس جالسه على رمل واقفه على رمل. كنت ناوي احط خشب بس يعني اثنين في واحد يلا سوى سوى الموضوع وهو بس هو راح للطيور. بس نحن كشفناك كشفنا عمر كشفنا زين كلها خيره كلها خيره. نعم زين. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. طبعا هذا الكرتون محطاي عشان الطيور ما تتضارب اكيد هذا شيء معروف. اللي قال يوم توالف الطيور وهذا تكون لمثة هني توالف الذكر هذاك حط لها اي حاجه تبي. اها هاي نثي من الانتاج وذكر من الانتاج. اي ما شاء الله كله في مرحله تطوير يعني ما شاء الله. نعم ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. سلام يا سلام يا سلام. طبعا في تبديل في الطيور. نعم تبديل في الطيور تبديل جدا واضح. نعم هذا بعد زوج انتاج جميل. اها ودم قوي الطير اللي يحمي الزوج هذا وانتاجه جدا اجمل على عن الزوج نفسه هذا رويك انتاج ان شاء الله. ابو احمد الابراهيم غني عن التعريف وداعم الهوايه والشباب. نعم نعم لابد. نعم تسلم يا جيم اوفر. تسلم 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 تسلم. شو الصعوبة في طير الأوزبك يعني؟ ليش ليش الأوزبك مش نوع ثاني؟ والله الأوزبك طال عمرك طير صعب. أعتقد إن في وايد طيور صعبة يعني الشورت فيس واللونج والكليم كلهم طيور صعبة يعني ما بيكون أسهل عنهم. هو في طيور تحبها عشان صعوبتها مرات. بالضبط هذا هو اللي خلاني يعني اختار الطير هذا. شكله جميل وانتاجه صعب. وعندك طولة بال اكيد. اكيد اللي يربي اوزبك لازم يكون عنده طولة بال. اها زين هني شو هني شو هني شو شو عندنا هني شو عندنا هني. هذا زوج من الانتاج. لا الذكر من الانتاج والانثى من طيور اخونا ابو حمد مايد المهيري. ما شاء الله. ما في زيارة أصحاب الدنش؟ أصحاب الدنش موجودين تابعون. هذا زوج كذلك من أقوى الأزواج عندي. اللمثة الحمراء من تاجي واللمثة والذكر من أخونا جابر. تعرفه؟
يا هلا بالدكتور والحكم والمعالج الدولي كريم نزيه، نوجه لك اجمل والنعم. اجمل 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 تحيه. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. زين هني رقم واحد، رقم واحد يعني معناته في انتاج صحيح؟ تقريبا يعني الترقيم بس هذه مدرجه جايه، هذه جايه مدرجه عشان العلافه. شو السر؟ ما ندري. انزين يا سلام، هذه اغلب اناثي سود اناثي اللون الاصفر غيره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شو رايك في الستاندر اللي في اوزبكستان واللي موجود في الخليج وشو يتبع؟ اوكي شويه، لا الاسئله ان شاء الله بنجاوبها بعد شوي ان شاء الله. فايش شلعنا البيوض بنحضنهم. اغلب البلاستيك بلاستيك هذا، هي بلاستيك هذا ما عليك لا يغرك الشكل. انزين هنا هذا بعد انتاج؟ ايه نعم بعد انتاج واغلبها اناثي. اها مريحنهم شويه وما نفضلهم ان شاء الله. ما شاء الله طبعا الالوان كلها الوان اساسيه. اصفر احمر دم اسود، عندي بعض البلو الالمونت بلو تشيك سيلفر، بس هاي الشغلات. مركز على الالوان الاساسيه. نعم. يا سلام يا سلام يا سلام. ما شاء الله. اصفر على دن. وهذا زوج اصفر احمر. ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، منورين لايف العين، يا هلا وسهلا. حياكم الله ويا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. ما شاء الله. شو نوعية الأكل للأوزبك؟ نوعية الأكل اللي يطعمها هذه، يعني شوي مخلوط على علف على يعني هذه الخلطة. طبعا فايع الطيور في المحاكر غير وبرع غير، أكيد فرق السماء والأرض يعني. أي طير يعني في أي تعليق عليه حاضرين بنطلعه إن شاء الله في قصص الشو، ندقق على تفاصيله وكل شيء. هذا زوج من الإنتاج بعد إن شاء الله. هنا شو عندنا هني؟ هني هذه أنثى الستايل اللي أحبه، الأنثى الدن اللي هنا، بس ريلها وحليلها شوي فيها إعاقة. بس تنتج؟ وأول بيضاء لها وجهك. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هذه موديل 2020 أو 21 ما أنتجت أبداً. يا الله. سبحان الله جيتك ابن فايع فيها خيرات. تسلم إن شاء الله. تسلم تسلم. ما تشرفنا باسم المربي المميز ما شاء الله. في التثبيت موجود اسمه البريكي محمد النعيمي ويانا من الامارات العربيه المتحده وبالتحديد من راس الخيمه. يا سلام. هنا في دن وعلى ذكر بلوتشك من المستويات اللي احبها ودي انها تزيد يعني عندي. الحمد لله انتجت منهم حبات جدا طيبه ان شاء الله. الحين شوف اللمثة هذيك الصفرة اللي هناك مولفه الذكر هذا وبايضه بروحها بعد. يلا نعم البيض حتى السموحه ما انتبهت فعليك. الامور طيبه الامور طيبه الامور طيبه. نعم هني خالي فاضي. شو ناوي تحط في المحكر هذا؟ لازم تعترف شو ناوي تحط. ها صد صد شيء من هني ان شاء الله. ها هذا البلوات يعني نادر ما تشوف محكر فاضي عند واحد من المربين. ها طب معاناه كانت هذه شيء جدا صعب لما فضيت المحكر. سلام على هذه كلهم الانتاج بعد البلو، نحاول ان نصفي اللون قدر الامكان ونعدل المستوى. طبعا القطع الغيار لازم قليلة. لازم
لازم لازم تكون موجودة قطع غيار مهما كان. نعم ان شاء الله. زين هني تحت في بعض الاسرار يمكن تبين. ايوه هاي سيف. هاي حبة ليمون. حبة ليمون ما شاء الله. زينهم رياها تجهز بعد وبركبها للمحكر الفاضي هذا اللي فوق. يعني معناته عندك حوامل ليمون وغيره وغيره وغيره. اوكي. نعم. شيء بسيط. الله يبارك. هذا على اساس كلهم مناتي بس طلع ذكر واحد من بينهم وحطيناه على الصحن. اها. ايه ما شاء الله. هي نعم ما شاء الله البلاستيك الارضيات وايد 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 مهمه صراحه يعني تتجنب الامراض بشكل كبير يعني. التنظيف يكون شوي متعب. التنظيف متعب لكن مره في الشهر ولا مرتين بالضبط. هذه مو بكل اسبوع يعني ولكن كم يوم. نعم هذا زوج اسود بعد من اقوى السود اللي عندي. مقصص شوي مكان ولا مبدل هذا؟ لا لا مبدل. يا ما شاء الله. والمفروض ان نكون مقصصات بس بعض الاهمال يعني والتاخير وهذا ولاحقين عليهم ان شاء الله. شوي الجو بعد يلعب دور في الموضوع هذا. صح. الانتاج هاي من عطايا الله طالع من زوج اصفر على احمر. سبحان الله. اي والله حامل سيلفر طلع الدل. نعم ما شاء الله. زين الحضان هني قلنا حضان تحت. الحضان تحت ايه. الهاي فلاير مع هاي زاجل. فلاير على زاجل. اها ولا في هاي فلاير بروحها على هاي فلاير يعني ازواج. اوكي. وفي نوع ثاني يسمونه تكرش بعد. نعم تكرش وايد استخدموه الفتره اللي طافت. نعم للتحضين. نعم صحيح. اللي ما يعرف التكرش هذا التكرش اللي فوق صحيح. صحيح. نعم. تكرش على هاي فلاير يعطيك الانتاج هذا اللي تحت الاصفر هذا باللبو على هاي فلاير هذا. اي هذا خليط من بين التكرش والهاي فلاير. اها وانتاجه طيب وحنون وفي مواصفات يعني طيبه. هل يساعد الحضان؟ تساعد شيء في تغرر الفروخ ولا اوكي امورها طيبه يعني؟ احيانا والله احيانا اساعدهم خاصه يوم اذا كانت المناقير وايد صغيره لابد ان نساعد الحضان. تجهزوا يا شباب يا لفقره الاسئله بعد شوي. انا اروح نجهز بس 10 اسئله. نعم اسئله. زين باقي لنا محكرين. زين هم الطيور موجوده كذلك ان شاء الله. منور وليد المحرزي مربي الغزلان ان شاء الله. وليد لازم تجهز سؤال من صوبك. كم قياسات محكر الحضان تحت؟ جدا صغيره لكن يعني قياسات الحضان اللي تحت نص محكر نص المحكر الواحد يعني اللي يعني هذا المحكر كامل
للزوج وتحت جالس منه نصين زوجين حظان تحت. نعم شوف كيف عشان يحس صعوبة الحياة. زين وسبحان الله يا أخي المحاكر الضيجة لاحق أن الاهتمام في الفروق يكون أكثر من المحاكر الكبيرة للحظان. وعبد الله أقول حق بحارب بنشوف البلو بار وإنتاجه أخوك حسين القطوان. حاضرين حاضرين إن شاء الله إن شاء الله نعرض شوي بلل هذا في قفص الشو. قفص الشو نعم إن شاء الله إذا ممكن طير طيرين ثلاثة. هذه الإضاءة كيف؟ في إضاءة شوي شو ثاني؟ لا لا واضحة واضحة أوكي 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 زين زين. هناك في الطريق المؤدي الى الحضان لكن الاضاءه خافته هناك طبعا متعمد الليتات موجوده والامكانيات كلها موجوده بس متعمد انا ان اخلي الليتات بسيطه هنا. يا سلام يا سلام يا سلام الحضان يرتاح يا سلام. وانا ضد الليتات البيضاء يعني احب الليتات الصفراء الخافته هذه. وهذه خدعه سماكه ليت البعوض يكاد لا يرى بالعين المجرده. الزين زين ما شاء الله حضان وغيره هني ليمون اشياء يعني يعني شوي مخشوش يوم يعني ما حصل مكان حق الزواج هذه اطلع الحضان الجمعي واحطه. وهني انتاجات ما شاء الله انتاجات مختلفه مكان عزل الفروخ وغيره نترياك تجيب لنا طير طيرين ان شاء الله. وهذه طريقه تعليق المحارم الورقيه وطريقه سحبها بهذه الطريقه. وفي ليت فحص البيضة اعتقد ولا اول البناقير يوم تعالج اي شيء. يا سلام يوم يا سلام. الجو حار هي دقينا المروحه سل. وليش كلهم على استقامه واحده؟ لان هني كانت هذه الزيت هذه طال عمرك السله المفروض تكون هني بعد هي. يا سلام يوم بتغر فار يوم بتعالج فار هي بتسوي شيء يا سلام. يكون احنا كل الستيشن هني يكون يا هني. سلام هذه مثل ما يقول هي نشوف نشيك عليها داخل صراحة شيء. انا اليوم طلعت معلومة جديدة هذا الليت صراحة ليت ذكي. انزين حلو 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 انزين هذه حطيها بالقفص وبنزيد بعد شوي 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 هني درجة الحرارة شوي انخفضت يوم دخلنا المكان هذا. زين عقب ما نقول لكم السر. زين هني وين الطير اللي قلنا على توا سيلفر هذه هي سيلفر اذا ذكر ان شاء الله بيكون حامل ليمون. كم ريشه نبدل الطير هذا؟ والله اعتقد بعده ريشتين او ثلاث بس طيب. في من الاسئله يقول لك ما شاء الله مركب عوامتين مويه عند الحضان. وين عوامتين مويه؟ ما ادري والله لا قصدهم الماي في المشربيات والثانية لا الثانية حق الأملاح هي عادة تدوير يعني العوامات اللي تخترب ما نعقها ما نستخدمها حق الأملاح. نعم زين طبعا ما نقدر نعدل الطيور كلها لكن ما شاء الله طير يوم بيجهز وبيغير يبدل. هذا اللبو اللي يسأل عنا هذا اللبو؟ زين اي نعم اي ما شاء الله طبعا الانثى مستواها وايد اقل لكن بعد ما زال الحمد لله انتاج يعني يسر الخاطر. طبعا اللوزبك ما تستانس يعني بجماله وهذا لين ما يجهز. نعم اكيد هذا شيء لا شك يعني صفاوة البلو ما شاء الله يعني ما شاء الله. هذا اهداء حق اخونا حسين القطوان. يا سلام استاهل 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 وما زلنا يعني نطور نحاول حبة كذي حبة بس جيب لنا بس حبة واحدة تي يعني حبة 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 بس ما نبغي وايد. حاضرين منور ابو عبد الرحمن محسن العنزي من الشباب الداعمين وبقوه والنعم. نعم لا سوق فايع مو مقصر مو مقصر ابو عبد الرحمن
الله يسلمك، الله يسلمك يا رضوان. هذه حبة عزيزة على الخاطر. ما شاء الله. يعني كنت أشتغل الفترة الماضية بالشغلات اللي استغلت فيها بالمعارض وكلام الحكام وكذا، عن صفاوة اللون الأحمر، كان أغلب الأحمر عندي يعني ذيله أسود وذيله أغمج يعني، والحين شغال على الصفاوة. النور نورك يا عمدة الخليج، طايع خليجي بالصفر النثية والذكر كلهم صفر. كلهم صفر اي والله. في ذكر ونثية صفر اظني في البداية كان، يمكن اول كم من محكر. ان شاء الله بارك الله. شوف هذه حبة بعد فايع، يعني تحتاج إلى تطوير وكذا، بس إنه تقريبا أفضل مستوى وصلت له في الفترة الحالية. هذه الطيارة من أول ما طلعت يمكن فقصت من البيضة لين اليوم هي مريضة، يعني الحين بدأت تتعافى شوي شوي. الله يبارك لأخونا محمد الحبيشي راك بيرت والنعم أبو رهف. نعم نعم نعم. أول أصفر والنثية اللي ويا الدن ستوكات. أول أصفر والنثية اللي ويا الدن، الدن هني، هذه الدن هني يمكن تقصد هذيل؟ أول أصفر والنثية اللي ويا الدن ستوكات هذه اللي يمكن. ايه هو هذا اعتقد. جيبهم شوية بس. على قلبك. زين. زين. طبعا في ضايع بعد قفص شو ثاني هناك في ريكات وها. في طيور غير هناك؟ ايه. اوكي الارسال تمام شباب، بس تشيك 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 تشيك. الارسال تمام، الارسال تمام. ليش الاتصال بس حد يرد عليه يكتب بس تمام اذا اوكي. اعتقد الارسال اوكي. شوي لما يشبك دقيقة. اوكي تمام نكمل للطيور. تجيب الطيور هذا الطيارة هي؟ يبغي الدم بعد؟ حاضرين. تمام انزين الحين صار شوي، ترى قبل شوي علق الارسال وكان ان شاء الله يكون كل شيء تمام. انزين خلكم جاهزين وكل واحد يجهز سؤال وان شاء الله نحصل الجواب اللي يرضينا
ونحصل الجواب الشافي والوافي. انزين منو اكثر واحد داعم لك في الهواية؟ منو هذا؟ منو؟ والله اغلب الشباب الصراحة. يعني اكثر واحد انت اذا حصل عندك شيء على طول ركض. زي اساس بس الاضاءة. اوكي انت هني شغل ليت زيادة شيء ترى ليت شيء. اوكي عيل نشغل شوي. اكثر شخص داعم طال عمرك شيء ولا اوكي تمام عمر ايه عاد يصير لان السويتش مضرب. ها اوكي يلا تغير اللي ما يجهزون الشباب هذا نبي نشوف العشه. حاضرين نشوف العشه. العشه كالتالي ناخر شوي ورا لين ما يجي شويه بد نرجع ورا. طبعا العشه محاطه باشجار التشيكو. اللي ما يعرف التشيكو هذا التشيكو كل واحد يسميه بالاسم. ها على حسب. اوكي تمام انزين هذه العشه من الخارج. اوكي ندخل العشه فيها قسمين يمين قسم الحضان وغيره والعزل وهذا هني اللي فيه محاكر الرئيسيه. تمام محاكر خشب نظام الأرضية الرمل وفيه نظام البلاستيك في الأرضية خاصة في الجمع وعلى الزوايا. تمام انزين قلنا نعم نعم ترتيب ما شاء الله ما يحتاج ترتيب ممتاز ولا أروع. انزين هنا 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 قلنا شو كان الجواب السؤال هذا؟ منو اكثر شخص داعم؟ ايه اقول لك فاي على لفهم والله الشباب ما يقصرون كلهم داعمين. ليش ابو عمر يعني؟ تتذكر اللي جاب؟ ها ابو عمر ما شاء الله عليه ريال قديم خضرم ومر بكثير ظروف كثير شغلات استوت له اكيد فعنده تجارب ما شاء الله عليه انسان مكافح بالضبط دوم يشجع ودوم ينصح ما يقصر والله. زين احنا ما سالناك سؤال انت بتجاوب على كل سؤال بصراحه ولا بصراحه 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 لا تقول لي لا بتجاوب ولا ما بتجاوب على كل اكيد اكيد طال عمرك ها اكيد سامح يا عاد. انزين الاسئله بعدها مايت الاسئله بعدها مايت بعدها مو بسؤال بعدها هذا مجرد تسخين بس. حاضرين الهوايه شو بالنسبه لك؟ هواية طال عمرك ملجا يعني يوم تبغى تغير جو يوم تبغى تطلع من ضغوط الحياة أو أي ظروف عندك هذا أكيد هنا تغير جو ترتاح عند هالطيور وهالمكان. شو ليش الحمام وقفص الحمام موجود في هذا المكان مش موجود في مكان ثاني؟ هل هذا المكان يعتبر مزرعة ولا شو؟ لأن من برا أنا ما فهمت تركيبة صدق أنا ما فهمت تركيبة العشة هذه كيف؟ المكان هذا مثل عزبة ايام المرحوم الوالد الله يرحمه كان هنا في حلال وكذي واستوى حين مثل بيت يعني الحلال اللي برا وهذا كله تكنسل استوى مثل بيت صغير نحن مخلينها عزبه الحين بس ما شاء الله انا خطفت هني شفت كانه تصميم حوض سباحه بس ما ادري هل متاكد صحيح صحيح هنا بنصير عند عقب شوي ان شاء الله. زين والعشاء اللي برا؟ العشاء اللي برا جمعي اها كانت قبل فيها الهومرات وهذا كان عندي مجموعة بسيطة من الهومرات وطلعتهم. الحين استعملها حق الحضان. ما شاء الله. أنتج الحضان، أخلي الحضان بروحه ينتج يعني حق المستقبل. الكم العدد من الناس اللي تعرفت عليهم من الهواية هذه؟ والله مو بوايد للأسف، لأن يعني بشكل عام الأوزبك بس. ليه؟ ما في يعني وايد شباب يربونه للأسف. تعرفت على خيرة الشباب الحمد لله ولكن مو بهذاك الكم ونفس ما تقول بس سنتين يعني ما في وايد مواقع استوت وما في تجمعات في عز كورونا ووايد شغلات استوت يعني فمو بوايد وايد يعني شباب تعرفت عليهم. بو الحارث يقول ونعم
واخيرا مقابله مع الصديق الغالي ابو كايد. العزيز الغالي اخوي وحاره، ان شاء الله يكون المره الجايه يكون عنده ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وين تشوف نفسك بعد 5 سنوات في الهوايه هذه؟ بعد 5 سنوات طال عمرك اشوف عمري يمكن وصلت 20% من المستوى المطلوب. من المستوى المطلوب؟ اي والله. اوكي. صراحه الطير هذا صعب، ونفس ما قلت لك قطع الغيار ما تتوفر بسهوله، مو نفس الطيور الثانيه ما شاء الله مربيين وايد ومنتشرين في كل مكان وتحصل لهم بسهوله وكذا، لا الطير هذا شوي صعب وما بوايد ناس يربونه يعني ينعدون على الاصابع في الخليج. كم مربي حمام الاوزبك اللي ممكن نعدهم في الامارات، كم عددهم تقريبا؟ تقريبا اقل عن 10، ما يطوف العشر اشخاص. وفي راس الخيمه بالتحديد كم واحد؟ راس الخيمه بالتحديد يمكن 2 3 ماكسيمم 3. اوكي. 2 يعني نقدر نقول. تمام. شو الشيء المتعب في تربيه الاوزبك؟ الاوزبك يا طويل العمر المستوى هذا، المستوى الحالي هذا، اتكلم عن المستوى الموجود عندي انا. ما هو المستوى اللي هو اخر شيء، ما يعتبر مستوى التوب. ففي مشاكل تستوي في المنقار، يعني يوم المشكله هذه تستوي مشاكل تنفسيه. الاوزبك ويا الامراض التنفسيه ما تخلص منها، متعبه جدا يعني تعالج، هو ما يبغى علاج، هو اصلا عنده شيء سبحان الله خلقه يعني في المنقار في الفنخره وكذي. اها. فكم ما تعالج فيه ما توصل لحد اذا كانت التركيبه غلط. فلازم تعرف التركيبه الصح وتختار الطيور الصح والدم الصح عشان تتجنب الامراض هذه. المعارض ودورها في تطوير الهوايه كيف؟ والله المعارض انا حضرت معرض واحد واستفدت منه وايد الصراحه، المعرض الثاني حضرته عن بعد، يعني شفت بس الفيديوهات وكذي. واستفدت والله وايد شغلات، يعني معلومه كذي بس يقولها الحكم تفتح مخك وتقول ايه انا وين كنت؟ شو الغلطه اللي كنت اسويها طول هالسنين مثلا؟ خاصه في يعني يوم تدقق في العيون الالوان وهذه الشغلات. الطريقه اللي تتبعها اذا كنت ناوي تقتني طير معين في بالك من عند شخص معين، شو الشيء؟ اكلمه دايركت على طول؟ دايركت اي والله. أوكي. يعني اذا كان مثلا شخص صعب في التواصل هذا بطرش لحد من الشباب. اوكي. اما بشكل عام ما في شيء يعني يمنع، بكلمه دايركت انا فلان وياك اخوك فلان يا مرحبا بك بغيت اقتني الطير هذا، يعني عادي جدا. واغلبهم الشباب بعد ما شاء الله ما يقصرون يعني. مايد المهيري، تسلم يا مايد المهيري. ابو حمد تبع تنعام. اغلى طير اشتريته وضميته لهذه العشه؟ مش شرط يكون سعره وايد، بس انت تشوف بالضبط. انا يعني ما اشوف غلى الطير في سعره. اشوف غلى الطير في مستواه في انتاجه. الأمانة أغلى طير عندي يعني مو بكقيمة، أغلى طير كان هدية يعني، ولين الحين رويتك إياه أول محكر هذاك. طير كان جايني هدية ولكن إنتاجه تبارك الرحمن أحسن من أغلب الطيور يعني اللي اشتريتها ودفعت فيها مبالغ. يوم دخلت في مجال الأوزبك طبعا أنت أوكي، نحن نحب الطيور وغيره وغيره وغيره، صحيح. الأوزبك فيه مواصفات غير عن كل الطيور. نعم. منو الشخص اللي كنت تستعين فيه على اساس ما تطيح وتختار طير صحيح تدخله عشتك وتكتشف في الاخير انه ما له داعي يكون موجود في هذا المكان؟ والله شوف هاي اعتقد انه غلط غلطا، ما كنت اتبع الطريقه هذه، ما كنت اشاور حد. انا اشوف الطير حلو واخذه. اوكي. وعقب تطلع فيه عيوب، تطلع فيه اشياء، فللاسف انه ما كنت اشاور. لو كنت اشاور كان اختصرت فتره طويله يعني. بشكل عام الطيور اللي اخذتها اول طير اخذته لين اليوم انا انتج منه، ما استغنيت عنه. اوكي. ف يعني تقدر تقول الحمد لله ما
ما طحت يعني طيحة غوية أو غلطت في شراء طير معين. أه. نعم. حلو، الشباب ما يقصروا، ما يحتاج يعني. أكيد، إيه والله. مساء الخير. مساء الخير، شنو الألوان القليلة أو مو موجودة في الأوزبك؟ يعني تحس إن أقل الألوان موجودة في الأوزبك، خاصة الأوزبك، يعني بحكم أنا. إنه ما اشتغل عليه في الألوان وايد يعني مثل بالضبط. الطيور الثانية. صحيح. أنا أتكلم بصراحة يعني. صحيح بالضبط. يعني أنا ما عندي هذيك الخبرة يعني في الألوان، بس أعتقد اللي هو الفراشة بعد يعني ما كنت شفت يعني أوزبك فراشة. شفت يعني عند بعض الشباب في السعودية، بس إنه عند شخص واحد بس، مو عند الشباب. أوكي. وبعده في مرحلة تطوير. أعتقد هو الفراشة يعني، بالإضافة للألوان الثانية اللي أنا ما أعرفها بعد. تحب تأخذ طير فيديو أو صورة ولا لازم تسير تشوفه؟ يعني ممكن تغامر أو تشتري سمك البحر؟ حسب الشخص. حسب الشخص اللي بشتري منه. أوكي. إذا كان الشخص هذا مثلاً معروف إن طيورة طيبة ومشهود لها مثلاً، فأخذ الطير وأنا مغمض وأدري يعني لا سمح الله وصل الطير وما عجبني ورديت كلمة ما بيقصر. أها. أما شخص ما أعرفه مثلاً لا بسير وبشوف قدامي أحسن. أشوف ما في أوزبك أبيض. صحيح عندي أنا ما شيء. بس الصراحة يعني بالأيام الجاية إن شاء الله لازم أدخل لون الأبيض، لأنه لون جميل، وحتى في الأوزبك نفسه الأبيض فيه غير. صح. يعني جمال الأوزبك اللون أبيض غير عن الطيور هذه اللي عندنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، منور حكمنا بدر النوخذه، منوفقين اخواني، وسلامي على محمد النعيمي. تسلم 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 يا النوخذه، تسلم تسلم تسلم. شو حاب تقول للمربين المبتدئين واللي يحبون يدخلون في الأوزبك؟ والله وايد كلام. اختصرهم بجملتين. اختصار شديد. لحظة صمت. اي والله تعم المكان. جالس احط عمري في نفس الوقت هذا في نفس السؤال هذا قبل سنتين اول ما بديت. اوكي. بس انت كنت من مربين الدنش صح؟ لا 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 ابدا. بصراحة بصراحة بصراحة. انت من متى كنت تعرفني؟ كم سنة تقريبا؟ اعرفك انت كفاية؟ ايه؟ 2004 يمكن 2005 2004 يعني 2005 ايام منتدى حمام الامارات. اها يا سلام عليك يا سلام. ما يحب يعرض شيء للمزاد؟ ما يحب يعرض شيء للمزاد؟ بعدين بيعرض بيطرشلنا ان شاء الله ونحن بنفز ان شاء الله. عفوا عليك، شو الحظان اللي ربع عيال الاوزبك ومش متعب؟ قلنا اللي هو الخليط، خليط هاي فلاير مع زاجل. صحيح. او هاي فلاير مع تركش. صحيح. تكرش. تكرش مو تركش. نعم. كوفي تكرش. نعم. اوكي وش بعد؟ هو والزاجل ترى بعد زين. اها ايه به يعني اغلب اليوم تخلط كذي بالحبان تنجح. نعم. اوكي هذا من القطف اليومي، هذا من القطف اليومي اللي موجود هني. طبعا انا استعجلت. زين اوكي، كلمه اخيره قبل ما ننهي ونخلص، شو حاب تقول مزاد؟ انا بيقول فايع على الزين ان شاء الله. يا يعرض طيوره يقول يا يعرض. اي والله لا لا. اوكي كلمه اخيره قبل ما ننهي. كلمه اخيره يا طويل العمر، اتمنى ان الطير هذا يركزون عليه الشباب اكثر، يزيدون يعني المربيين للفصيله هذه عشان تسوي عندنا معارض في الايام الجايه وتجمعات وورش عمل وكذي يعني لتطوير هذا لتطوير الفصيله هذه. للاسف الوقت الحالي مربيين بسيطين يعني اللي موجودين في الامارات، فما في مجال ان تستوي معارض للفصيله هذه. فاتمنى الايام الجايه تكون في مربيين وايد ان شاء الله الفصيله هاي. نشكر الجميع على المتابعه الطيبه، وان شاء الله طبعا اتمنى انكم استمتعوا ويانا. دردشه كانت سريعه ولفه سريعه على الطيور وهذا المكان، وان شاء الله الايام الجايه يكون هذا المكان يكون منبع للاوزبك ان شاء الله. يكون منبع للاوزبك ان شاء الله. والتطور ما زال مستمر. قول له خلي يجهز طيوره للمعرض، ان شاء الله بيجهز صوره للمعرض ان شاء الله.
منو هذا؟ بعمر. بعمر. إنزين. مشكورين شباب وحياكم الله. استمتعنا وياكم ونلقاكم إن شاء الله في أقرب لايف. ويا مرحبا ومع السلامة.